السلام عليكم، انا كريم السيد، مش مدرب كمال اجسام، مش خبير تغذيه، ما درستش اي حاجه ليها علاقه بكمال الاجسام او العضلات، بس بتكلم من مجال خبرتي الشخصيه وقرايتي من على النت. بعد ما عملت الفيديو بتاع ماي ترانسفورميشن، ازاي كنت رفيع وبعد كده اكتسبت حجم عضلي، شباب كتير جدا بعتتلي وقابلوني في مصر وطلبوا مني ان انا اعمل فيديوهات ليها علاقه بكمال الاجسام او اي حاجه تفيدهم في المجال ده. ومن هنا قررت اعمل الفيديوهات دي، هتبقى حلقات صغيره هحاول ان انا انقل فيها تجربتي او المقالات اللي بقراها على النت، وان شاء الله تستفيدوا منها. اول حاجه هتكلم عليها النهارده هي جنون العظمه. كل شاب بيخش مجال كمال الاجسام ويشوف ناس ضخمه وكبيره بيبقى عايز بسرعه جدا يوصل للناس دي او يعمل صوره شبه الناس دي. في الاول بيتمرن شهر واثنين وثلاثه بس ما بيلاقيش نتائج قريبه خالص من الناس دي، وبعد كده بيكتشف ان السبيل الوحيد للحجم ده او الطريقه اللي هيقدر يوصل بيها هي الحقن. ليه انا بدات اول حلقه بالموضوع ده؟ لان الموضوع ده الافراط فيه بيسبب الوفاه. لسه الاسبوع اللي فات واحد من عمالقه البودي بيلدينج والفيتنس اندستري ريتش بيانا مات. ريتش بيانا مات وهو عنده 46 سنه، ساب 1,200,000 فولور على الانستجرام مجانين بالحجم العضلي اللي هو وصل له. ريتش بيانا كان واحد من القليلين جدا اللي بياخد منشطات وبيقول ان هو بياخد، كان فخور جدا بالموضوع ده وكان بياخد بطريقه مهوله. بالعكس كان دايما بيحاول ان هو يزيد الجرعه ويعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده ويوصل لحجم عضلي محدش وصل له قبل كده. الخلاصه لو قعدنا نتكلم في انواع الاسترويدز اللي خدها ريتش بيانا مش هنخلص. الفكره بقى في ايه؟ ان دلوقتي اي شاب بيروح الجيم ويشوف واحد زي ريتش بيانا ده قبل ما يموت، طبعا راجل بياخد منشطاته على العلن وبياخد كل حاجه ويشوفه زي الفل ما حصلوش اي حاجه. لا استنى، الراجل ده بياخد كل حاجه بس كان متابع مع دكتور، وحتى هو متابع مع دكتور برده مات. المعادله هنا ملهاش ثوابت، ممكن واحد ياخد حقنه ويموت بعدها، ممكن واحد ياخد 1000 ويموت بعدها. في الحالتين واحد زي ريتش بيانا يوم ما اخد وتابع مع دكتور، على ان انا شخصيا اعتقد ان واحد زي ريتش بيانا ده مش هيفرق معاه كلام الدكتور لان هو كان مجنون اصلا، فكان بياخد بكميات مهوله. السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه، اخد منشطات ولا ما اخدش؟ لو انا قلت لك ما تاخدش وقعدت لحد بكره اقول لك ما تاخدش، غالبا كلامي مش هيفرق معاك لان انت اصلا قررت او اوريدي بتاخد، فنصيحتي هنا ان انت تتابع مع دكتور وتعمل تحليلات اول باول. طيب لو انت ما اخدتش ومش عايز تاخد ومش ناوي تاخد، تعمل ايه عشان توصل لحجم عضلي كويس؟ تابع الحلقات دي، ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هشرح كل حاجه لوحدها وبطريقه مبسطه. السلام عليكم.